Rabbuna Subhanahu ve Teala sakharla nakledi عشان يعوضها عن الرزق يعني. فتلقى البلد بأغلبها أرضها كلها نخل. يعني نادر لما تلقى حتة أرض ما فيهاش نخل في الشباب. وطبعا النخل هو مصدر رزقها الوحيد. أحلى نوع اللي هو السيوي، بعد منه الحياني، بعد منه المهات. البلح الأمهات بقى اللي دي بتاكل رطب ويتباع يعني في بداية البلح. أول ما ينزل على طول بيبقى بلح بنور شكله كده جميل، شكله أبيض كده شكله حلو. ليه ريحة طيبة كده زي العطر. البلح النخله كلها خير. لو مشيت في البلد دلوقتي تلقى 70% في الخلق دلوقتي في المناشر. نبدا نعمل مزادات تحت النخل، مثلا 10 20 نفر يتجمعوا ونعمل مزادات. واللي بيقعد على المنصه طبعا بيحتمد ايه؟ بيحتمد البيعه. تشوف حبيبك هنا وتشوف دي هنا وتشوف دي هنا، بيجمع جميع الحبايب في اثناء الحصيد بتاع البلح. بنبدا نمشي في النخل البلح المستويه بنروح نجيبها ونفرشه على الارض. اول فرزه درجه اولى النعبال النظيفه، وفي درجه ثانيه، وفي درجه ثالثه ديت ايه بنرميها ما بتنفعش الحاجه. في بلح منه بيصد. بالنسبه للنخله لو عديت اللي استفاد من النخله مش هيقل عن 50 نفر. تلقى الجريد في قفاص، اللي بيجهز القفص واللي الجمال اللي بيشيل الجريد واللي بيقشر الخوص، والخوص بيروح تعمل كراسي، بتاع العربيات بيستفاد، السواق بيستفاد، تلقى اللي يطلع يذكر النخله بيستفاد، بنربطه بشلاء برضه بيستفاد اللي يفتل الشلاء. البلح المصري افكه من اللي بيجي من بره 100 مره. كنت بطلع الاول وانا صغير، معايا عيال بتطلع ما ينفعش انا اطلع بقى نخله. كنت بطلع الاول وشغال فيه. لما ابني بيطلع نخله والله الواحد قلبه بيقف تحتيه. والبلح ده من ايام الجديد بنلمه وكنا بنكسب كتير قوي. عجوتنا الحمد لله واخده درجه اولى ونمره واحد.